السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبيبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني كتير. معاكم شيماء. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض وصفة بسيطة جدا وسهلة، وتعمليها جنب كل الاكلات اللي انت بتعمليها في الغداء او في العشاء، ممكن كمان في الفطار. هنعمل النهاردة الطماطم المقلية على طريقتي، ونشوف هنعملها ازاي. وان شاء الله النهاردة انا هعملها جنب الغداء، عشان عاملة اكل بالعيش وكده، فحبيت اعملها النهاردة. هي يعني زي المقبلات كده، حلوة قوي، وينفع تعمليها جنب اي اكل. فيلا بينا نشوف هنعمل ايه. تعالوا نشوف بقى هنعمل ايه. جبت كده طاسه على النار، وفيها معلقتين من الزيت، وقشرت طماطم وقطعتها كده شرايح، وحطيتها في الزيت اول ما سخن بالشكل اللي انتم شايفينه ده. وعملت خلطه بقى من الثوم المفروم والفلفل الاخضر البارد، مع رشه من الكمون ورشه من الملح، وهوزعها كده على الطماطم، وهغطي الطاسه واسيبها لما تستوي والطماطم تدبل معايا، واحس ان الثوم خلاص استوى. هغطي بقى الخليط بتاعنا ده. اللي عايزه اقول لكم، الوصفه دي نوع من انواع المقبلات جنب الاكل. بجد الطماطم المقليه اسمها طماطم مقليه، بس بتبقى حلوه قوي جنب اي نوع من انواع الاكل. يعني انا النهارده عامله جنبها كباب حله على طريقتي اللي عملته معاكم قبل كده. بصوا بقى، بعد ما غطينا الطاسه ورجعنا بعد حوالي دقيقتين، الطماطم دبلت والثوم استوى، وبجد ريحتها حلوه قوي وطعمها جميل جدا. عملت جنبها النهارده كباب حله بالشكل ده. كباب الحله انا بعمله بطريقه مختلفه شويه. شايفين شكل بقى الطماطم المخلله او الطماطم المقليه؟ هي تشبه للطماطم المخلله، بس الثوم بيبقى مستوي شويه عن الطماطم المخلله، علشان يعني ما يتعبش اللي عندهم القولون. ودي ده الصوص اللي عملت بيه اللي عملت منه الكباب الحله، وبالف هنا وشفا. النهارده انا ما كنتش عامله رز ولا مكرونه، عشان كده عملت الطماطم المقليه جنب الكباب الحله، علشان ناكلها بعيش كده ومعاها بقى ترشي او سلطه خضراء، وبالف هنا وشفا. شايفين بقى الصوص تقيل وجميل جدا. انا نزلت لكم خلطه كباب الحله اللي عملتها دي الفيديو اللي فات، تبقى تدخلوا شوفوه واكتبوا لي تعليق حلو، ولو في اي استفسار اكتبوا لي في التعليقات وانا معاكم. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. مع السلامه.